السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على التصريح الناري، وين شنا كيفاش بن ناصر يكشف أسباب اختياره للخوض على حساب المنتخب المغربي، وين تكلم كذلك عن الحاج كيفاش أقنعه بمشروع رياضي. جابه مشروع لهم، انا قال لهم ما اختاريتش الجزائر بسبب الام تاعي، ولا اختاريتها بسبب قنعوني بمشروع. المسؤولين قنعوني بمشروع، مسؤولي الاتحاديه الجزائريه عرفوا كيفاش يقنعوهم. زياد منع، وكان زاتشي اودي والله العظيم، اودي والله العظيم ما عرفش تا يسرا وما يجيبهاش. مزيه احنا رانا نشوفوا فيه الاخر، قال لك يلعب الراديو على كيسموه على الروسي، قال لك لا مازال يلعب الراديو في العب وفرنسا عيطت له ورفض فرنسا. ايوا مازال يقارعوا باش يلعب 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 بارتيه في الشامبيونه. وانكشف اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر عن سبب اختياره تمثيل المنتخب الجزائري على حساب المنتخب المغربي، بالرغم من انه من اب مغربي وام جزائريه. وإن أجرى متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي حوار مطول مع موقع كارتيو، وإن أجاب عن خلالها عن العديد من الاستفسارات قائلا: لم أختار الجزائر بسبب والدتي، كان ذلك لأسباب تتعلق بكرة القدم. بالمقارنة مع المغرب فقد أقنعني مشروع السيد الحاج محمد روروا، وأقنعني بمشروع رياضي جزائري كبير. شو الناس يهضر معاه قنعاه كيفاش 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 كيفاش. ناس تتعب، ناس تعبت باش جابوا لعابه. حنا ورونا هادو هنا شام يخدموا عادي جا المشروع. قال لك كيما اللعابه فانيك، شوف كيفاش راخر كيما ذاك بن خديم، هذاك بن خديم تاع ساتيتيا، وي راهم يروحوا عنده لقجع وواحد، راهم يروحوا عنده باش يجيبوه يقنعوه، خاطش امو مغربيه وباباه جزائري، عرفت شو باش يقنعوه باش يجيبوها يدوها يقعدوا. هذو هنا ملاهين هنايا، راهم ملاهين هنا مساكين الله غالب، عندهم مشاكل عائليه، عندهم مشاكل عائليه لهنا، ما بغاوش يخدم، ما بغاوش كاع يخلو لمسه شابه هكا ولا. وكاين اللي يخرج عليك يكتب لك يقول لك بغيت تبغي بغيت تكره، كوب دافريك غادي تسمى بريا تسمى بزاتشي. يا ودي زاتشي غادي ينذكر في مزبله التاريخ، زاتشي اللي راه زاتشي دار لكم بيان، اللي راه يهدر في الصح دارهم مرتزقه. وما نساو كانوا يخدموا لفرنسا، نساو كانوا يخدموا لفرنسا، نساو عطاو البلاكار باللي ما نجيبوش برومي شوا، نساو كي رانا نكشفو فيهم مراش غالطين. عرفت شو اللعاب هذا، ناس تعبت جابه منا قنعه، قال لهم الحاج قنعني بالمشروع الجزائري كبير، مشروع رياضي كبير قال لك. وبصح شو المشروع، عرفت شو المشروع كيفاش الحاج كان يخدم على المدى البعيد، ما كانش يخدم غير فما كيما قالها لهم في درتها لكم، كيما كان قالها لهم. قال لهم انا كي كملت كوب دافريك، كي كملت كاليفيكاسيون تاع كوب دي موند، كاليفينا الكوب دي موند، قال لهم راني نخمم 2015، قال لهم راني نخمم في الكوب دافريك تاع 2015، قال لهم صايك بالنسبة ليا كوب دي موند صايك، راني نخمم في الكوب دي موند، راني نخمم في 2015، في 2014 قال لهم راني نخمم 2015، لازم ديما يكون سابق بعام، ديما يكون سابق بعام. زاتشي الناس ولات تمدح فيه. نا وراه ناشط وقلبو بيض وباينه باك مصبينيتو وصبانيتو ومن نوم. روح ديلو سربيته نشفلو، راه يعرق في الليل. روح ديلو سربيت، روحو نشفو له في الليل راه يعرق، كليما مشا تيشعلها. اين انا لنا خداعي، عندكم جدا الشيعة بلا اصل، الشيعة وما عندكش الاصلين على والديها. إلا دير الشيعة وما عندكش الأصلين على الوالدية، ما عندكش النيف لين على الوالدية،
مع البوشي علي اللي دايرها بلا اصل. شو رجال حاول ولا ناصر دار تصريح دار صح، بغيت تبغي بغيت تكره، ما اختاريتش الجزائر من اجل الام تاعي، اختاريتها من اجل مشروع. قلت اختاريت الجزائر من اجل المشروع، جيت من اجل مشروع. قنعه، عارف الناس عرفت كيفاش تهدر معاه، ضربك سايك يلعب تحت الرايه الوطنيه، والحمد لله عندنا لعاب كيما بن ناصر، الحمد لله عندنا لعاب كيما بن ناصر، كيما يقولك رانا محظوظين عندنا لعاب كيما بن ناصر، رانا محظوظين، رانا محظوظين، انا واحد من الناس راني فرحان كيما يقولك محظوظين باللي عندنا واحد كيما بن ناصر، مزيج عندنا واحد كيما بن ناصر. انا كنت نشوف، شوف والله ما نكذبش عليكم، كنت نشوف في بن عطيه لو كان معانا في في 2014 وكلش كنا غادي نروحو نزيدو تما لا ديفونس سوليد. معليش صح، اليوم تشوف كيفاش يهدر يعطيك الصح. قال لك مشروع قنعني به الحاج محمد، راو راو تربح، ايا راني نجيب لكم باللي لاعبين هذو ناس اللي راهم على بالكم بين نعطيك ديرها مليح في راسك. شرقي 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 ولا مش رايان شرقي، شتا ولا ما شتاش؟ عباك شكون اللي داخله معاه الاخرى؟ طليان، طليان شت طليان كي دايره، شت طليان كي دايره، ما عندهاش، ما عندهاش مدارس، ما عندهاش لي فوتبولير، ما عندهاش لعابه، ما عندهاش مواهب عندها، اما لا طليان الاتحاديه الايطاليه راهي تعرض عليه باش يدير له جنسيه ايطاليه ويلعب معاها. الا ما على بالكش هذه باش يكون على بالك، رانا نقولوا لك ورفض وعاودوا له، هما يقارعوا هنا وهنايا، هما يقارعوا في العداله، يديروا ديك الاغنيه تاع راح الغالي راح، هما يقارعوا هنا في العداله تاع راح الغالي راح، يعني مش عارفين روحهم لا لا لجنة أخلاقيات ولا لجنة النزاعات ولا لجنة الانضباط، مشي عارفين. يجي يهدر لك يبغي 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 يقصر لك داندة صغيرة، يا ودي انت يا غير ما كان والو، ما كان والو، انتوما ما كان والو، ما كان والو. راني نقول لكم باللي راني نقول لكم باللي انتوما هذو خاطر كانوا ناس يراخروا في زاتشي، ما في اليوتيوب نعرفوا زاتشي السياسة تاعو عجبتنا، لا بغات خمسة من الباراد ولا بغات، لا بغات منا لا بغات، لا بغات منا لا بغات، من بعد يرقب مليا، يسيب الشعب شويه داير من جهه داير على زتي، يركب هذاك الشعب اللي داير على زتي، ومن بعد زتي زعما كاين محسوب زتي، الدوله تقول لك هي زتي يقعد منا صايك يقعد منا خمس عهدات سته، عاودي تاعك يبدا يتنفر ولا، تاعك يبداو ينفروا ولا عرفوهم، ما عندهمش دار، كي ساشي يدو، كيما صوفيا، صوفيا شتوها صوفيا، خطرة خطرة هاك خطرة هاك، عقلية واحدة، ناس عقلية واحدة عندهم، ما تفرزه لا مرا لا راجل، كيف كيف، أعطيه الدراهم وشريه، أعطيه الدراهم وخليه، يا راويرا ردوا على بن ناصر، ردوا على بن ناصر، ردوا على بن ناصر، ردوا على بن ناصر. كلشي يبان في وقته، ان شاء الله بربي يجوا لاعبين ونزيدو نعبسو على لافريك ان شاء الله، خاطش على الافكار اللي راهم في راس جماب بالماضي مكاش في راس زتشي، لازمنا نجيبو رجال اللي يكونوا عندهم افكار متساويين مع المدرب ومع المسيرين. هذه هي مليح زومين، الاول هذا زتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا، ولكني نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تير. زاتشي يدي 1000 قطار، لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في تير. زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار،
زاد شي يدي 1000 هكتار، زاد شي يدي 1000 هكتار، يدي 1000 هكتار في الـ في الـ في الـ في الرشايقة، في المنطقة اللي تسمى الرشة وأم الزبوج، الرشة وأم الزبوج. الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا، وخيرات ربي هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.